اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الخميس. غادي تشكل سحب منخفضه مسحوبه بكتل ضبابيه وضباب فوق السهول الشماليه والوسطى خلال الصباح والليل، فضلا عن تكون صقيع او ما يسمى بالجليد فوق المرتفعات والهضابه العليا. وغادي يكون الطقس مستقر مع سماء صافيه الى قليله السحب خلال النهار وخلال النصف الثاني من الليله المواليه، وغتكون سماء غائمه بحيث غادي تهيئ نزول امطار ضعيفه ومتفرقه فوق منطقه طنجه واللوكوس والريف الغربي. الان خليكم مع درجات الحراره. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 7 درجات، 6 درجات في مدينة وجدة، 5 درجات بفاس، 9 درجات بالرباط، 12 درجة بمدينة الدار البيضاء، مكناس غادي تعرف 5 درجات، مراكش 8، 13 درجة في أكادير، 14 في العيون و 17 درجة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.